سلام عليكم مشاهدينا الكرام من منطقة عتاب في محافظة المهرة، نحييكم في حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم الأسبوعي خبور خير. ولنتعرف على هذه المنطقة وعلى أحد معالمها التاريخية وكذلك الأرض والإنسان فيها، فأهلا وسهلا بكم. عتاب منطقة تاريخية سطر فيها الأجداد العديد من البطولات والملاحم، وعاش أهل عتاب بخير وسلام وحب وتآخي، والتفتوا إلى أرضهم وجوهرها وبحرهم وثرواته. وفي حلقة هذا اليوم سنتعرف على معلم جديد وقديم في عتاب، وهو يعتبر أحد بقايا آثار الاحتلال على المهرة، لكن من خلاله نتذكر بعضاً مما سطره الأجداد في هذه المقاومة لرفض الاحتلال أو أي اعتداء آخر، ونتعرف أيضاً على رقصة تراثية شعبية وكذلك حرفة يدوية مميزة يتميز بها بعض أهل هذه المنطقة. ومعنا في تفاصيل هذه الحلقة أحد أبناء منطقة عتاب الكرام، الأخ سعد حماد. أهلاً وسهلاً بك. حياكم الله. أولاً نشكركم على هذه الزيارة الطيبة وإبهار منطقة عتاب أرضاً وإنساناً، وحياكم الله في منطقة عتاب. الله يحييك الأخ سعد. في البداية قبل أن نتعرف على منطقة عتاب، نود الأخ سعد أن تعرف المشاهدين عن شخصك الكريم. حياكم الله. الاسم سعد حماد محمد، من أبناء منطقة عتاب مديرية سحوت محافظة المهرة، مدرس وإعلامي محلي. حياك الله. في البداية يعني سمعنا الكثير عن هذه المنطقة الجميلة والمنطقة التاريخية، منطقة عتاب، واليوم جينا في زيارة لنتعرف أكثر عن قرب على هذه المنطقة، ونعرف كذلك المشاهدين من خلف الشاشات على هذه المنطقة. في البداية إلى أين سنتجه الأخ سعد؟ سنتجه إن شاء الله إلى أحد أهم المعالم وأبرزها، وهو يسمى، نحن نسميه حدود الكفر بالمهري وبمعنى اللغة العربية أنه يسمى رأس كافر. رأس الكافر، وكما يعرف بالمهرية حرود الكوفر. سنتعرف وياكم على هذا المعلم ولكن بعد هذا التقرير. هذه المرة وصلنا بكم إلى منطقة عتاب غربي محافظة المهرة، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على البحر. وسار بنا الطريق حتى وصلنا إلى معلم قديم يقع فوق جبل مرتفع في عتاب، ويسمى هذا المكان باللغة المهرية حرهد الكوفر، ويعني بالعربية رأس الكافر. وحين تسمع باسم هذا الجبل يبدو في الخاطر بأن التسمية لها علاقة بالطامعين ممن احتلوا البلاد في القرن الخامس عشر من البرتغاليين والإفرنج، حيث جعلوا منه قاعدة عسكرية لإدارة جشع احتلالهم وعدوانهم على المهرة ككل. وقد بقيت بعض معالم وأطلال قاعدتهم العسكرية من بقايا أحجار وسور أعلى الجبل كدرع للمكان، حيث أن تفاصيل هذا المعلم شاهدة على رغبة المحتل بإخضاع أهل المهرة والظفر بثرواتهم. يتميز جبل رأس الكافر بقمته الواسعة المطلة على البحر وعلى المنطقة السكنية، ويوجد بعض من الكهوف المميزة التي كان يستخدمها المحتل كدروع ومخبأ له من أي انتفاضة شعبية عليه. ويوجد على جانبي الجبل سواحل ذهبية تضفي منظرا غاية في الجمال، وهذا ما جعله مؤخرا متنفسا ومتنزها للعديد من العوائل والمجموعات الشبابية من مختلف محافظة المهرة. ننظر إلى هذه المعالم والآثار التاريخية لتحكي لنا قوة وصلابة أهل المهرة عموماً وأهل عتاب خصوصاً في مناهضة الاحتلال وطرده، ورفضهم للخضوع لأي اضطهاد أجنبي وعدم التنازل عن المبدأ وعن الأرض. تشاهد هذه المناظر مما يشعرك بالفخر والاعتزاز بما سطره الأجداد في عتاب من ملاحم بطولية تجاه المحتلين وحماية للوطن وتحريره.
اهلا وسهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام. الاخ سعد، في البدايه نود ان نتعرف على اسم هذه المنطقه بشكل عام، ايش يسمونها؟ هذه المنطقه هنا يسمى خلف الجبل يسموها محيصو طبعا. وهنا في الجبل محيطه يسمى حرود الكفر او راس كامل. يعني هذا المكان كله يشمل المسمى اللي هو رأس الكافر. نعم. طيب لماذا سمي رأس الكافر بهذا الاسم؟ عنا شوف مكان طبيعي اللي بيشوفه بيقول هذا جبل وشاطئ فقط، ليش رأس الكافر؟ سمي بهذا الاسم طبعا نحن حسب نسمع من الأجداد ومن أهالي المنطقة أن هذا الجبل اتخذ قاعدة عسكرية من قبل الأفرنج أو البرتغاليين أولا، ومن ثم أيام الاحتلال أيام الاحتلال البريطاني اتخذ أيضا قاعدة عسكرية للاحتلال البريطاني، ومن ثم طردوه من هذا المكان أيضا. هذا ما شاء الله تاريخ كبير من النضال الذي قدمه الأجداد ضد أي احتلال أو عدوان خارجي، لذلك نود أن نتعرف أكثر على هذا يعني التاريخ القديم والمثير لأبناء المهرة. قلت كان موجود هنا يعني قاعدة عسكرية، وين بالضبط المكان القاعدة؟ مكان القاعدة على قمة هذا الجبل. مكان القاعدة ولا زالت الآثار موجودة، آثار القاعدة من الحديد ومن المرابي هذه حق البنادق وحق الآلات والدفاعات الحربية لا زالت موجودة في قمة هذا الجبل. يعني اللي يقدر يطلع إلى أعلى الجبل ممكن يشوف الآثار الموجودة. لا زالت متبقية وموجودة وتحتاج إلى اهتمام أكثر. طيب تقريبا كم عمر هذه القاعدة العسكرية والآثار الموجودة حاليا؟ يعني ماشي تاريخ، تقول تاريخ محدد أو تاريخ معين لهذه، للأسف يعني الشديد ماشي يعني ناس ما تم يعني مؤرخة أو تاريخة هذه الواقع، لكن الأغلب أنه بين عام 1507 إلى 1525 ميلادي تمت خاده أو تم تسميته بعد الاسم بعد احتلال من جانب البرتغاليين أو الفرنج. هذه القاعدة إيش يعني الموجود فيها حاليا بالضبط؟ يعني التفاصيل الموجودة فيها. القاعدة حاليا ما زال الآثار بس باقية. مثل إيش؟ كما قلت لكم الآثار مثل الأحجار الكبيرة والتي لا ندري يعني لا زال الناس متعجبين أن إيش اللي طلعها إلى فوق، ماذا هذه الأحجار حجمها كبير وفيها بعض الآلات وبعض الأمور غريبة، أن مثل حد يطلع إلى فوق يمكن بالطائرات أو من قبل البريطانيين يمكن نطلعها بالطائرات أو كما شابه. خاصة أن في الفترات السابقة لم تكن هناك يعني توفر السيارات وهذه خاصة. أيوه. في هذه الأماكن المفتوحة. نعم. طيب هل استفاد أبناء المنطقة مثلا من هذه المعسكرات في وقت من الأوقات أو شيء؟ لا أعتقد لا، المعسكرات هذه بالنسبة للمعسكرات لا، المعسكرات لم يتم الاستفادة منها وتم إهمالها من جانب بناء المنطقة ومن جانب الجهات المختصة، ومن حتى الآن يمكن أغلب حتى المسؤولين أو في المحافظة وبشكل عام ما يعرفوا بهذه القاعدة العسكرية وما يعرفوا بأهميتها ولا بيعرفوا أن في البرتغاليين أو الإنجليز اتخذوا هذه القاعدة وأن هذه الموقع مهم. للأسف لا يوجد هناك أي اهتمام بهذا الخصوص. طيب ممكن يتساءل البعض ما الهدف من يعني مجيء البرتغاليين إلى هذا المكان بالتحديد، ليش اختاروا هذا الجبل؟ أعتقد أن لأهمية هذا الموقع الاستراتيجي، لأنه يعني أولا فيه لا بأس يعني يوجد فيه مرسى للسفن هنا كما نشاهد، فأعتقد أن هذا السبب الأول. السبب الآخر يشرف على لأنه قريب من منطقة عتاب وقريب يعني على مناطق التابعة لعتاب والبعض القريب على عتاب المجاور لعتاب والمناطق القريب على سيحوت أيضا، ويشرف على المناطق الساحلية هذه كاملة. أعتقد أن لهذا السبب وهذه الأهمية تم اتخاذ القاعدة بهذا الموقع بالضبط. نقدر نقول أنه مكان يطل على جميع الأماكن اللي ممكن يجيب منها أي شخص يريد أن يهاجمه، ولكن بالرغم من ذلك
استطاع أبناء المهر وأبناء عتاب خاصة أن يقهروا المحتلين وأن يطردوهم طبعا. لأن كما يقول المثل أهل مكة أدرى بشعابها، وأيضا أهل المهر كانوا أعلم وأخبر وأشرس برجالهم في هذا المكان. ماذا يعني لكم كأبناء عتاب هذا المكان حاليا؟ هذا المكان يبقى إرث تاريخي، ونعتز ونفتخر أن الأجداد دحروا الاحتلال، ويبقى رمز ونضال لأبناء منطقة عتاب خاصة، ولجميع أبناء محافظة المهرة ولليمن بشكل عام، أنه مهما طال الاحتلال ومهما يعني جاء الغريب إلى أرضك فلا بد أنه يرحل. وهذا الجبل يعني نعتبره رمز للنضال والكفاح لأبناء منطقة عتاب والمهرة. جميل جدا، وهذا بالطبع تاريخ مشرف لأبناء المهرة جميعا. أيضا مما لاحظناه في هذا المكان ليس فقط هذا التاريخ، وأيضا جمال المكان، يعني لاحظ الشاطئ هذا الجميل، وأيضا كما ذكرت هو مكان كمرسى. هل كان يعني مرسى يعني صناعي أو طبيعي من أول موجود؟ طبعا يوجد في جانب هذا الرأس، رأس كافر أو حريض كوفر، يوجد بجانبه يعني حوالي أقل من 100 متر في يسمى خصايد مكان، نحن نسميها خصايد مكان، وهي كمان الخور أو هكذا، في إمكانية للسفن وللقوارب ترسي فيه دون أي إشكالية، لأنها عميقة ولا يوجد فيها مواج، وهذه الأمور ربما هي وهذا المكان طبيعي ولا نفس الشيء صممه في وقت الحروب عشان يستفيدوا منه؟ لا، هذا المكان هو طبيعي يعني من أول كان طبيعي، ومن ثم استخدموه كما قلنا البرتغاليين وأبناء المنطقة ولا الإنجليز، ومن ثم طردوه من هذا المكان. وهل يستفيد أبناء منطقة عتاب أيضا من هذه الأماكن يعني نقول فيها يعني من قدرة الرحمن، يعني سهل لهم هذه الأماكن، هل يستفيدون منها حاليا أم لا؟ يستفيدوا منها طبعا، يستفيدوا منها أبناء منطقة عتاب، فهي تعتبر الحين حاليا بهذه المناطق وهذه السواحل الجميلة تعتبر متنفس للعائلات وللرحلات الشبابية هنا خاصة في رأس كافر، ويأتوا إليها من جميع يعني مناطق المهرة، ما هم أبناء منطقة عتاب فقط، فيخيموا هنا لفترة ويتم إقامة الرحلات الشبابية، وخاصة إن في ضوء القمر، ضوء القمر يجلس الشباب ويعمل لهم خيام ويجلسوا هنا ويصطادوا من البحر، فهذا المكان طبيعي وجميل جدا، وعلى خاصة سواحله الذهبية والرمال والبحر، فتقدر أن الواحد السائح يعني مزيج رائع طبيعي. نعم، فعندك البحر وعندك الرمال والساحل وعندك الجبل، كله يتوفر في هذا المكان، فتراه أن الناس يحبوا أن يريحوا في هذا المكان خاصة الأوقات العصرية والفجر، ومعه كما قلنا في ضوء القمر. طيب أيضا لو تسألنا هذا رأس الكافر، هل يوجد مثلا مكان آخر كان يستخدم للحروب قديما أو شيء من هذا القبيل؟ هنا في هذا المكان قصدك ولا لا في الأماكن المجاورة؟ هذه حسب ما نسمع أنه هذا المكان هو اللي اتخذ قاعدة عسكرية، ونسمع من الأجداد أيضا المعلومة إضافية أنه هذا الجبل ربما تكون شائعات وربما يكون حقيقة، المهم أن نسمع في المنطقة أن هذا الجبل يقول له رأس كافر، وكانوا على أساس أنه الكفار يمكن هنا يعني بهذا المسمى أصلاً هنا أصحاب المنطقة يقولوا كانوا بيعملوا جسر من هنا إلى سقطرة، ولكن هذا يعني لا أعتقد أنه صحيح لأن سقطرة بعيدة شوية، فهم من الشايع هنا في المنطقة عتاب أنه يقولوا في هذا الرأس كانوا بيعملوا جسر، ربما رأوا لأن البرتغاليين والإنجليز اتخذوا قاعدة عسكرية، فلذلك يقولوا أنه ربما يريدوا أن يعملوا جسر من هنا إلى سقطرة، يعني حتى يستفيدوا أكثر، ولكن كان الأجداد حينها ما شاء الله عندهم القدرة وعندهم الغيرة على أرضهم، لم يسمحوا لأي معتدي أن يسيطر على هذه الأرض وأن يتحكم بالإنسان فيها، فكانوا هم أهل قوة وعزة وكرامة، وما زالوا إلى اليوم أيضا
كما لاحظناهم أبناء منطقة عتاب أهل كرم وأهل عزة ما شاء الله تبارك الله. طيب رسالتك أو نصيحتك التي تود أن تقدمها في الختام الأخ سعد؟ في الختام أولاً وقبل كل حاجة نريد أن نوجه رسالة إلى السلطة المحلية وإلى المؤرخين وإلى من ولا كل من يهمه الأمر بأن يعني يبحثوا أكثر في هذا التراث وفي يعني في القاعدة العسكرية وتم يعني تاريختها بشكل صحيح ودقيقة عشان المستقبل ومثلنا أي واحد أو أي جهة تأتي يكون لها يعني لها طابع ولها تاريخ معين ولها يهتموا بهذه الأمور وثانيا يطوروا من هذا المكان لأن في منتزهات وفي أشياء طبيعية يقدروا لأن مثلا يستفيدوا منها استغلوها استغلوها صحيح أكيد استغلوها مثلا للنزهات للرحلات الشبابية يطوروها بشكل أفضل من الموجود. هذا رسالتي إلى السلطة المحلية. ثانيا إلى رسالتي إلى كل أبناء محافظة المهرة واليمن بشكل عام، هذا المكان يستحق زيارة، مكان جميل ويستحق أن الواحد مثلا يتكبد عناء سفره لهذا المكان مثلا إذا قدر في الطريق العام أو يأتي لزيارة بعض مناطق المهرة، فهذا المكان يعتبر من أهم وأفضل الأماكن وأجملها في محافظة المهرة، فزيارته يعني تكون متنفس لهم وتكون ربما يعني تشعرهم بأفضل من بالسعادة وبهذه الأمور. فنصيحتي أن يزوروا هذه المنطقة، وهذا رسالتي الثانية للمواطنين اليمنيين والمهرة. جميل جدا، وأضيف إلى ما قدمت أخي سعد، بالطبع مثل هذه المناطق الجميلة تستحق تواجدكم وأنتم تستحقوا أن تستمتعوا بهذه المناظر، ولكن 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 يجب الحفاظ على هذه الأماكن وألا يتم يعني توسيخها بالمخلفات لأن هذه ستضر بجمال هذه الأماكن بالتأكيد. أخي سعد شكرا لك على هذه يعني الجلسة الجميلة، وأيضا عرفتنا على الكثير من المعلومات حول هذا المعلم التاريخي الذي يروي حكايات الأجداد ويروي الماضي العريق لأبناء محافظة المهرة ضد الاحتلال البرتغالي وأيضا الاحتلال الإنجليزي، وستظل بإذن الله المهرة شامخة طول الأمد بإذن الله تعالى. شكرا لك أخي سعد، وسعيد جدا أني كنت معك في هذا اليوم. حياكم الله وشرفتونا بهذه الزيارة الأكثر من رائعة، ونشكركم على اهتمامكم بهذه زيارتكم بهذه الأماكن التاريخية، ونقدم شكرنا للطاقم الفني ومن خلف الكواليس ولكل طاقم العمل، ونشكر قناة المهرية على زيارتها اللافتة لهذه المنطقة وإظهارها وإبرازها بعض من معالم وعادات هذه المنطقة. لنا الشرف أن نتواجد عندكم. مشاهدينا الكرام، أنهينا فقرة المعلم، ولكن لا نزال نحمل لكم الكثير من التفاصيل الأخرى عن منطقة عتاب، فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، وفي عتاب أيضا يعيش الناس هنا لحظاتهم الفرائحية في المناسبات كالزواج والعيد وغيرها. رقصة الزفة وكما تعرف الزفيت هي ما سنعرضه من فن شعبي لهذه الحلقة كأحد أبرز الرقصات الشعبية في المنطقة. لتتعرفوا عليها تابعوا معنا. طاب السمر والصبر طاب، طاب السمر والصبر طاب، قولوا عريس يا مرحبا، قولوا عريس يا مرحبا، طاب السمر والصبر طاب، طاب السمر والصبر طاب، قولوا عريس، قولوا عريس يا مرحبا، طاب السمر والصبر طاب، طاب السمر والصبر طاب، قولوا عريس، قولوا رقصة الزفة أو يقال لها زفيت، رقصة تشتهر كثيرا في المناطق الغربية لمحافظة المهرة ومنها منطقة عتاب. طب السمر 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 طب السم
السمر اقول عريس اقول عريس طاب السمر. تكون بشكل جماعي مع إلقاء القصائد ودق الطبول وترنم الصفقات وتوحيد الرقص، حيث بعد أن تكتمل مناسبة الزواج للرجل تأتي فرقة يرقصون حتى يحيطون بالعريس مع طبولها، ويبرز كل شاعر يلقي قصيدة تهنئة للعريس ويتم تلحينها من الفرقة، ويتم الرقص على أنغامها مع الطبول والصفقات بتناسق جماعي جميل. ومع صوت الأهازيج والطبول والرقص تأخذ الفرقة العريس، وأحيانا يأخذه فوق الأكتاف حتى يصلون به إلى منزله لتكون آخر طقوس حفلة الزواج. وهكذا تدل رقصة الزفة بتكاتف أهل المهرة بشكل عام وأهل عتاب بشكل خاص، وسجام حياتهم وزرعهم الفرحة في المناسبات حتى آخر لحظات المناسبة. طاب السمر اقولوا عريس اقولوا عريس طاب السمر طاب السمر اقولوا عريس اقولوا عريس اقولوا عريس طاب السمر اقولوا عريس اقولوا عريس طاب السمر 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 طاب السمر اقولوا عريس اي اي اقولوا عريس طاب السمر طاب السمر اقولوا عريس اقولوا عريس طاب السمر طاب السمر طاب عريس اقولوا عريس طاب السمر طاب السمر اقولوا عريس اقولوا عريس طاب السمر طاب السمر اقولوا عريس اقولوا عريس طاب السمر طاب السمر اقولوا عريس اقولوا عريس طاب السمر طاب السمر طاب عريس اقولوا عريس اقولوا عريس سمر اقولوا عريس سمر طاب السمر اقولوا عريس سمر طاب السمر يا مرا اقولوا عريس قولوا عريس قولوا عريس قولوا عريس قولوا عريس مشاهدينا الكرام. أما حرفة هذه الحلقة فهي مميزة جدا، وربما يحتكرها البعض لصعوبتها ودقة عملها، حيث تعتبر هذه الحرفة مما يستفيد منها المواطن المهري، وبالذات في منطقة عتاب من الأحياء البحرية بحكم احتضان منطقة عتاب للبحر وثرواته العديدة. إنها حرفة صناعة كحل العين، ولمعرفة أسرار هذه الحرفة وروعتها لنتابع. مشاهدينا الكرام، كما ذكرت لكم أن حرفة هذه الحلقة مميزة وتحتاج لتركيز كبير من ممتهنيها،
ولأن الكثير يحتاج إلى منتجات هذه المهنة، أردنا أن نتعرف وإياكم أكثر على هذه المهنة، وسيكون معنا شخص خبير بهذه المهنة، الأخ عبد الكريم سبيتي. أهلا وسهلا بك. كم سهلا أخ مراد. سنبدأ بالحلقة والحرب معنا هذه. قبل أن نبدأ نود أن نشير إلى نقطة مميزة في هذه الحرفة. قررنا أن نصور هذه الحرفة في هذا الحصن التراثي العريق، هذا حصن بن لهواشي، وهو واحد من أبرز المعالم الأثرية أيضا في منطقة عتاب، والذي ما زال محافظا على جماله إلى غاية اليوم والليلة. وأردنا أن نربط بين ذلك الماضي وهذه الحرفة المميزة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ للتعرف أكثر وأكثر على هذه المهنة. تفضل الأستاذ عبد الكريم. بسم الله. بدأنا أول شيء هذه الحرفة نجمع بطن الحوت ونحطها بالدب علشان يذوب، وبعدين نفحص ال هذه أول حاجة. إيش تسمى في البداية حتى يعرفها المشاهدين أكثر؟ إيش تسمونها عندكم؟ نسميها كحل. 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 طيب تمام. إيش الأدوات اللي استخدموها؟ كما قلت بطن الحوت. أول شيء نستخدم بطن الحوت، نحطها بالدب علشان يذوب. وبعدين نفحص ال عشان يذوب. كيف يعني يذوب؟ يكون زيت حقه. ايوه عشان يكون زي الزيت، يذوب يصل يعني يكون سالي. طيب كيف تذوبه؟ يعني ضروري تحطه في الشمس ولا ممكن لا حطه لو تحطه بالشمس ولا تحطه عادي كذا يذوب يعني على الشمس ما تجيه؟ تمام. يذوب تمام كله. شفت بعدين تحطه بال كم يحتاج ايام قبل؟ يعني يومين يوم كذا. يعني هذا الكبد حطه في ايوه في الدبة في دبة حتى يذوب يومين كذا. أيوة. بعد ذلك تحطه بالصحن. شفت وتفحص له الورقه او غازل او شيء كذا الخارقه، تفحصه وتحطه بالصحن هذا، وبعدين تكب عليها هو السمن هذا بطن الحوت. طيب القطعه هذه الليف اللي كما قلت اللي تفحصها وتجهزها، يعني ضروري تجيب له قطعة معينة ولا ممكن تجيب أي قطعة مثلاً؟ لا قطعة معينة، أهم شيء قطعة تكون حرير. يعني ضروري تكون حرير. ضروري تكون حرير. عشان تلصي إذا مثلاً إذا حركتها عشان تكون قطعة تكون ضروري تكون حرير. أيوة. بعدين نفحصها وتحطها بالزيت. بعدين تحرقها على ما تحرقها وتحطها بالتنكة هذه. ويصبح كحل. يعني تحط إيش الفائدة حقه؟ طيب هذا يعني القطعة والتنكة كما ذكرت، هذه الفائدة منها أن تطلع الكحل. الفائدة منها تطلع إلى الكحل لنهايته. قصدك الدخان هذا؟ الدخان يطلع كحل. طيب ليش ما تغير مثلا بدلا ما تعمل شيء صحن أو شيء ثاني غيرها، ولا عادي ممكن تنوع؟ التنوع عادي يجي نوع، مثلا إذا بتطلع مثلا التنكة ما بتطلعها تطلع الصحن. أهم شيء صحن يكون معدن عشان يطلع من الكحل مثلا. إذا تسحب من الكحل يستحم معك. أهم شيء يكون نوعيته بس معدن. أيوة. بعد ما يتكون فيه الكحل كيف تخرجه؟ تخرجه تسحبه، يعني تحط له مثلا قصعة أو شيء تسحبه ويستحم معك. أيوة. وبعد ما تسحبه ممكن خلاص يعتبر جاهز ولا عاد؟ يعتبر لا يعتبر جاهز خلاص، يعني مثلا هذا الدخان يعني خلاص يتكون الكحل كده تسحبه يعتبر جاهز. خلاص وبعدين يستخدمه الكحل. طيب انتهى حاليا من تعلمت هذه الحرفة؟ يعني من اللي علمك بالضبط؟ تعلمني الوالد، كان الوالد الأولى أم جدي كانت تسويه اسمها سيدة سعد الله قميص. كانوا بعدين جدي سعد موجود ولا لا؟ الله يغفر عليه ويرحمه. الله يرحمها. علمتك هذه الحرفة؟ جدي اللي تعلم منها، وعن جدي علمني هذه الحرفة. يعني نقدر نقول ان هذه الحرفة تورثتوها عن اجداد. ايوه عن اجداد. ايوه وراثة. طيب كثير ناس يعملوا في هذه الحرفة ولا يعني انتم بس؟ لا كثير، يعني في من نفس العائلة من نفس الاصل يسوونها. طيب ليش ما هي منتشرة بقوة مثلا؟ ما تحصل بيوت كثيرة في مش في عتاب وبس، في المهرة بشكل عام ما تحصل ناس كثير يصلحوا هذه الحرفة؟ هل هي صعبة أو لا؟ تحتاج إلى صعبة بس تبغى يركز عليها تركيز شوية كذا وعلى طول تفهم. يعني صعبة. ممكن أي شخص يتعلمه ولكن يحتاج منه جهد. منه جهد وتركيز شوية على طول يفهم.
طيب كما ذكرت حاليا تم كم البيوت اللي ما زالوا يعملوا في هذه الحرفة؟ حوالي 3 أو 4 بيوت. طيب شيء منها دخل مادي ولا تعتبر بس يعني للصناعة خصيصا؟ لا منها دخل مادي يعني مثل إذا واحد يبغى يصنع منها دخل مادي. يعني تسوق البضاعة وتبيعوا فيها ولا؟ لا يسوق فيه تبتاع البضاعة تسوق من يبيعوا. مثلا لكن بس الحين حاليا ما عاد حدا سوى يعني. الحين الناس اعتمدوا على هذا اللي من برا يجي سايل جاهز خلاص في هذه الحالة. خلاص طيب دالحين ممكن نقول بعض يقولوا ان الصناعة هذه المحلية فيها اكثر جودة واكثر قيمة يعني من الخارج صح ولا؟ صحيح. طيب ايش اللي يميزها عن الخارج بالضبط؟ اللي يميزها يعني ميزة في يعني كحل اسود يعني تبين اسود من هذاك شفت ويجي ناشف مو زي هذاك يجي رطب يعني حطوه فيه اما هذاك يجي ناشف تمام. ايوه هذه الميزة حقه. وهذا الكحل كما نسمع يعني انه في له فوائد طبية يفيد العيون وكذا. يفيد العيون في مصلحه للعيون. طيب حد في مثلا اشخاص تعرفهم يعني استفادوا منه لما استخدموه او شيء قد سمعت عنه او شيء؟ يستخدموا الحين مثلا اذا عنده حد وجع بالعيون او مثلا شيء يحطونه يصفي عيونه بالذات يصفي العيون مثلا. ومنه فوائد. نقدر نقول ان هذه الحرفه فيها فائده طبيه فيها فوائد ماديه لممتهنين هذه المهنه وايضا يعني مهنه جميله وما زلتم محافظين عليها ونامل انكم تستمروا بالحفاظ على هذه المهنة. إن شاء طيب إيش التحديات في هذه المهنة؟ إيش الصعوبات فيها؟ إيش الصعوبات؟ صعوبات هذا اللي تجمع هذا الفحص بس اللي تفحصه هذا اللي صعب فيه. يعني الحين في وقت الحالي ما عاد حد جاب من شفت الخيوط هذا الحرير ما عاد حد جابه. بس نحن نحاول نجيب منه ومنه لما نجمعنا عشان يعني أصعب حاجة هي جلب الخيوط هذه جلب الخيوط اللي تم حرقها بعدين. طيب في بحسب معلوماتك هل في مناطق كثيرة في المهرة يستخدموا هذه الحرفة ويقوموا فيها ولا مناطق محددة بالضبط؟ والله ما أعرف هذه الحالة يعني يمكن مناطق محددة. طيب أنتم حاليا في عتاب هل في مثلا مناطق مجاورة لكم حد يصلح مثل هذه الحرفة؟ حد يصلحوا من في وقت المناسبات وقت الزواجات يعني يطلبوا منه منها. وبدات الحريم اللي تسوونها يعني. طيب ايش اللي اختلف عن الصناعة سابقا والصناعة حاليا؟ شوف ذكرت لنا في البداية ان من كبد الحوت هل هذا السمن مثلا نفس من كبد الحوت ولا السمن هذا هل هو نفسه حق كبد الحوت ولا لا؟ بس يختلف يختلف اصلا هذه حاجة سريعة يعني السمن حاجة سريعة اما كبد الحوت يتأخر شوي بس بكبد كبد الحوت افضل من السمن يعني مركز افضل من السمن. هو ممكن تصنع بالسمن هذا البلدي ولكن اذا اردت اكثر جوده ممكن كبد الحوت هو الافضل. كبد الحوت افضل. طيب السمن البلدي ممكن نقول انه الاسهل حاليا صح؟ الاسهل حاليا وسريع بالذات وخاصه انه متوفر في الاسواق وممكن الحصول عليه بسهوله وايضا يجي جاهز بعكس كبد الحوت اللي يحتاج الى تجهيز لفتره معينه. طيب الاخ عبد الكريم عرفتنا على الكثير من المعلومات المميزه عن هذه الحرفه المميزه اللي يعني نادر ما نشاهدها في مناطق المهره. هل يوجد ايضا انواع لهذه الكحول ولا هو نفس النوع كله موجود؟ لا هو نفس النوع هذا الكبد الحوت هو نفس النوع يعني ما يوجد انواع منه خلال يطلع نوع واحد اسود بس يعني ما يتفرق الانواع منه. اذا كنت انا مثلا مش فاهم بانواع الكحل هذا كيف افرق بين الكحل الاصلي والكحل اللي هو ممكن نقول يعني هذه الصناعات الحديثه الان؟ لا مثلا جيت مثلا بالمحل تسوق ولا ابغى الكحل المحلي يعني يعطيك ويجيك على المحل ويجيك على الحقائب. طيب لا اقصد هل في مميزات مثلا ملمسه او شيء مميزه؟ في المميزه الملمسه هذا يلتمس ناعم يعني هذا الكحل الكحل الاصلي يكون انعم من هذا الحديث. هذاك ما شاء الله تبارك الله اعطانا الكثير من المعلومات التي تعرفنا فيها
على هذه المهنة المميزة، مهنة صناعة كحل العيون. وأنا حقيقة سعيد جدا بأن تعرفت على هذه المعلومات الجميلة معك الأخ عبد الكريم. في ختام هذا اللقاء الطيب، ما هي رسالتك وما الذي تود أن توصله عبر برنامج خبر خير إلى كل الجهات؟ ما هي رسالتك بالضبط؟ أقول والله مشكورا على زيارتكم وتمام، موفقكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ونحن لنا الشرف أن نكون متواجدين اليوم في هذه المنطقة، في منطقة عتاب، وأيضا في هذا الحصن التاريخي الجميل، وأيضا أن نكون بجواركم، وكذلك أن نرسل رسالة إلى الجهات المعنية أن يهتموا بهذه الحرف يعني المحلية، الصناعات هذه الأصلية لابد أن نحافظ عليها، ألا نهملها، لأنها تعد أكثر جودة من المنتجات والمستوردة حاليا، بعكس الصناعة المحلية اللي هي حاليا موجودة، ويعني في ناس ما زالوا يمتهنون هذه المهنة. يجب أن نلتفت لهم، أن نهتم بهم، أن نحافظ على هذه المهن. وأيضا رسالة ثانية إلى جميع من يتابعنا، إلى محبي كحل العيون، يجب أن تستفيدوا من هذه الصناعات، من هذه يعني المنتوجات المميزة التي تعد أكثر جودة من غيرها من المنتوجات. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا اللقاء الطيب مع الأخ عبد الكريم سبيتي. شكرا لك على هذه الجلسة الطيبة، بينما أنتم مشاهدين الكرام نأمل أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الفقرة، ولكن لا تذهبوا بعيدا. نعلم كثيرا أن البحر يحتضن اليابسة، إلا في منطقة عتاب فالسحر الرباني يريك عكس ذلك تماما. فعتاب تحتضن البحر من أقصى شرقها إلى أقصى غربها، لتعطي أفقا واسعا للناظر من أعلى الصخور وحتى وسط البحر، وكأنها الأم الحنونة لمخلوق البحر العظيم. وهذا أضفى طابع الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، حيث توجد العديد من الحصون والمعالم التاريخية فيها لتحكي لنا العديد من قصص الأجداد العظماء، فقد سطروا أروع الأمثلة في بناء حضارة تاريخية صمدت لقرون وتدل على أنهم كانوا يسعون للعمارة والبناء. تتوسط حصون منطقة عتاب بين المساكن الحديثة والقديمة، وكأن ساكن المنطقة قديما وحديثا يحملون تراثهم ومعالمهم ويلتفون حول عاداتهم وأعرافهم النبيلة، محافظين على البناء التاريخي لعتاب. تتجه لترى نموذجا آخر من الإبداع الرباني في أشجار النخيل المترامية الأطراف وكثافتها وطولها وحسن الثمار منها وانخراطها بين بيوت وحصون المنطقة بانسيابية عالية، تعطي الناظر إليها مشهدا جماليا غاية في الروعة. هذا الإبداع الرباني امتزج بإبداع الإنسان في منطقة عتاب في حبه للنظام والتنظيم، وهذا ما تدل عليه أشكال بيوتهم القديمة وترتيبها وانسجامها مع بعضها البعض كبنيان مرصوص موحد الطلعة والمبدأ، ومساجدها الأثرية الجميلة التي تدل على ارتباط أهل عتاب بربهم سبحانه وتعالى قديما وحديثا. والناظر لحياة أبناء منطقة عتاب لا يجد روعة وبساطة وهمة وكرم أهلها، فشبابهم يهتمون بلياقة أجسادهم عن طريق الرياضة، ويهتمون مع الأطفال بالتعليم والانخراط بالمدارس لبناء كوادر تخدم الوطن وترتقي بالمواطن. وأما كبارهم وعقالهم يهتمون بنقل التراث للأبناء وتعليمهم ذلك بالقدوة الحسنة، وتعايشهم فيما بينهم ومع غيرهم يضرب به الأمثال، فهم يكرمون النازل إليهم بغض النظر عن منطقته أو مكانته أو شكله، ليضربوا لنا أروع الأمثلة في التعايش والإخاء. هذه التفاصيل الجميلة في منطقة عتاب تسعد الناظر والمتأمل إليها، لكن الدهشة بمعجزة آبار المياه،
فقرب البحر وعلى شاطئه توجد العديد من الآبار التي تبعد فقط بضع أمتار بينها وبين ماء البحر لتعطي ماء حلوا سائغ الشراب كمعجزة ربانية كسرت قواعد علوم البيئة والبحار. وهذا ما يدل على نعمة الله على أهل عتاب خصوصا والمهرة عموما، فسبحان الخالق البديع. وهكذا أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، من روعة المكان وأصالة الإنسان في منطقة عتاب الخير والنضال ومن أمام هذه البئر العجيبة التي تجاور البحر، إلا أن ماؤها ماء عذب فرات، نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع بعد أن تعرفنا على بعض المعالم التراثية ورقصة شعبية جميلة وفن حرفي رائع. وكعادتنا في ختام هذه الحلقة نرسل إليكم رسالة عبر قناتكم المهرية أن في الوطن الخير الوفير، مما يتحتم علينا فقط إلا أن نطلق العنان لهمتنا وإبداعنا لنستفيد مما حولنا سواء في البر أو البحر، لنحقق عمارة هذه الأرض ومسؤولياتنا فيها، ونكون سبباً في نهضة وطننا ورقيه بعيداً عن أي ارتكان خارجي. فالحكمة المشهورة تقول لا يحك جلدك مثل ظفرك. ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.